بعد سنتين من هذه الحادثة وفي عام 1965 حصلت تونس على استقلالها من الاستعمار الفرنسي بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم فضل الدكتور محمد فاضل الجمالي، وأصبح أبورقيبة أول رئيس لدولة تونس. الدنيا دوارة سبحان الله العظيم، وبعد فترة سقط الحكم الملكي في العراق في عام 1958، وتم إحالة الدكتور محمد فاضل الجمالي إلى السجن في العراق، وتم سجنه في العراق لأنه هو كان تحت النظام الملكي وجاء رئيس للعراق في زمن عبد الكريم قاسم، وتم سجن الدكتور محمد فاضل الجمالي حتى عام 1961.